الجيش الإسرائيلي يتحدث عن صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل تحذيرا من احتمال سقوط صواريخ من لبنان. هذه المرة صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل تحذيرا من احتمال سقوط صواريخ من لبنان. وأذهب لمراسلتنا من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مراسلتنا دارين الحلوي. دارين، لو تضعينا في صورة هذا التطور. يعني نحاول التأكد من مصدر انطلاق هذه الصواريخ، ولكن حتى اللحظة لم يتسنى لنا التأكد من مصدر انطلاقها. نحن نتواجد على الحدود الجنوبية، ولكن في القطاع الأوسط من المرجح أن تكون هذه الصواريخ، والتي الأنباء الأولى تفيد بأنها 12 صاروخا أطلقت من القطاع الشرقي، تحديدا من المنطقة أو المناطق، يعني مناطق القطاع التي أطلقت منها صواريخ الأمس.